بقى معاكي لأفلام بابا. ميكروفون معاكي اتفضل. لأفلام بابي، أنا فاكرة وأنا صغيرة فيلم إيه كان حرامي الورقة اللي كنت بضرب التلفزيون عشان بابي كان بيبوس حد تاني. كان بيبوس مين؟ لا 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 مش حرام. حرامي الورقة. حرامي الورقة. أنا جلافة. كنت فاكرة، أنا فاكرة إن أنا كنت بضرب التلفزيون. ليه بقى؟ مش مبسوطة ليه بابي بيبوس؟ أنا فاكرة الكلام ده. يعني كنت قد إيه؟ كنت صغيرة قوي. بس بحب الأفلام دي. بتحبي إيه من الأفلام بقى؟ بحب غرام في الكرنك. نمرة واحد غرام في الكرنك، اتنين حرامي الورقة، تلاتة أجازة نص السنة. أجازة نص السنة. طيب أول فيلم عملته كان إيه يا فندم؟ لا في اشتراك في أفلام، اشتركت في أفلام بس مش بطولة. زي إيه؟ نور عيوني مثلا. عملت رقصة. هل دخول فرقة رضا وبطولة حضرتك ومدام فريدة الأفلام ده كان استغلال من المنتجين ساعتها للنجاح الباهر اللي كانت عاملاه فرقة رضا في الشارع المصري؟ هو ده حصل في أجازة نص السنة. لأن هي السينما بتدور على البطولات. يعني واحد بطل العالم في الملاكمة يعملوا له فيلم، واحد سوبرانو مش عارف ايه وناجح، وما بيستغلوا ان ده ناجح اوريدي. اجازه نص السنه ناجح. ايه اجمل استعراضه بتحبها في اجازه نص السنه؟ اجازه نص السنه ايه؟ ان احنا اوريدي ناجحين. يعني ما حصلش ان احنا استفدنا من اجازه نص السنه. اجازه نص السنه استفادت من نجاح فرقه رضا.